إذا حابب وبدك تقتل حدا حاول تقتله فوراً، ما تعطيه فرصة، فهمان؟ يلا لشوف، ورجيني طريق الطلعة من هون. إيه؟ أوعك تقرب لعندي وإلا رح أقطع راس رئيسك قدامك، فهمت؟ قدامي. يلا خذوا العواب، بس لقطك رح تشوفي شو رح أعمل فيكي. جناب الحاكم، طلع هنيك، السلطانة راضية، باين عليها أنها عم تتعرض للخطر. فكولي إيدي، السلطانة راضية. لك عم قلك بسرعة، فكلي إيدي بسرعة. وين؟ بس أنا ماني شايف حدا ياقوت، قلي وين؟ اطلع ورا الشجرة هنيك، عم قلك حياتها للسلطانة بخطر. ما بعرف ليش ما عم تقدر تشوفها. يلا سلطانة أنا جاي، فتني خليني روح انقذها. بس ما في حدا هنيك بنوب. معقول لهلأ ما شفتها؟ شبك تطلع منيح، يعني حياة السلطانة بخطر وأنا ما فيني اتركها لحالها. إذا بتأخر كمان شوي وقتها أنت ما راح تسامح حالك. سلطانة راضية أنا جاي لعندك. يلا خليه فتني يا سلطانة، اصبري أنا جاي لعندك. عم قلك خليه فتني بسرعة. سلطانة